الاعتراف قضيه تخص بالمجاهدين، يعني تخص المنظمه الوطنيه للمجاهدين اللي يشهدوا هما المجاهدين، اللي لجنه التحقيق هما المجاهدين، لجنه الطعن هما المجاهدين. دور وزاره المجاهدين الدور تقني اداري محض. لاحظت الكل بان هذا الاعتراف يعني دام من 1963 الى غايه 2002 في مؤتمر خاص بالمنظمه الوطنيه للمجاهدين، اقرت هذه المنظمه توقيف هذه العمليه ان دامت اكثر من اللازم. رغم هذا اعطت تقريبا 18 شهر ثم 6 شهر لدراسه الملفات، توقفت العمليه، حلت اللجان الاعتراف. الان احنا بالتنسيق مع المنظمه مع الامانه الوطنيه للمجاهدين، الملفات اللي كانت مجمده سيسبوندي هذيك الان درسنا فيها 90% درسنا فيها، بقيت لنا 10% ان نعيد الان التحقيقات عبر المنظمه تاع المجاهدين. وتقريبا هذا الملف يعني سوي نهائيا لان كانت العمليه مجمده فقط. اما بالنسبه للاعترافات الجديده فالعمليه توقفت في 2002.